بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للسرطان، كنت حابين يا دكتور تشرح للأصحاء والمرضى خطورة المرض وكيفية الوقاية من أخطاره. بمناسبة اليوم العالمي لمرض السرطان، فإن جمعية البحرين لمكافحة السرطان ترجو من المواطنين اتباع كل الإرشادات التي تقوم بها الجمعية، ومنها وأهم ما فيها هو اتباع الغذاء الصحي ثم عمل الفحوصات الأولية المطلوب منهم أن يتعاملوا معها. ونصيحة مهمة جدا للمواطنين بكافة فئاتهم أن هذا المرض مرض ممكن التعامل معه وممكن القضاء عليه إذا ما تم اكتشافه في مراحله الأولى، لأن هذا المرض ليس بالمرض السهل التعامل معه. لجوء إلى الأطباء في حالة اكتشاف المرض في مراحله الأولى، عدم الخوف من العلاج اللي هو للتعامل مع هذا المرض، بالإضافة إلى تجنب الأشياء المسرطنة.